أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من موقع سبتمبر نت أو موقع سبتمبر نت يتحدث عن محافظة يمنية تعرف شرطة المرور لأول مرة منذ تأسيسها. من المشاهد نت، جماعة الحوثي تهاجم طوابير الغاز بصنعاء وتعتقل عددا من المواطنين. من جولتنا في الصحافة الفرنسية، باحث فرنسي يقول الحراك الجنوبي لم يلعب اللعبة كما يجب. وأخيرا من القدس العربي، مصري يحاول الانتحار من أعلى هرم خوفو. أهلا بكم. هل يعقل ألا تعرف محافظة يمنية وفي القرن الحادي والعشرين شرطة المرور وتنظيم حركة السير؟ فوفقا للمقابلة التي نشرها موقع سبتمبر نت مع نائب مدير الأمن العقيد عبد الله البرير، فإن محافظة الجوف تعرف للمرة الأولى هذا النوع من الشرطة. وقال النائب: عملنا على تفعيل شرطة المرور ولأول مرة في محافظة الجوف من خلال النزول الميداني والترتيب في الشارع العام والحوادث وحصر وترقيم الدراجات النارية. لقد كانت المحافظة في عهد الأنظمة السابقة مغيبة تماما، ووفقا للنائب تم تفعيل الدوريات الأمنية والشرطة النسائية وتم الحد من ظاهرة إطلاق النار داخل المدينة، كما تم ضبط المخالفين والأجهزة الأمنية تقوم بأداء عملها لأجل الاستقرار الأمني الكامل. وقال نائب مدير الأمن أنه خلافا لما كان في الماضي، حيث كان أبناء القبيلة في حالة تناحر وثأرات وكانوا يحتكمون إلى العرف القبلي رغم وجود إدارة الأمن، إلا أنهم اليوم في حال نشب خلاف بينهم يتجهون نحو أقسام الشرطة، وهذه فرصة لتفعيل النظام والقانون. يرى موقع عدن الغد أن البسط على الأراضي الخاصة والعامة والبسط على المواقع الأثرية والتاريخية في عدن يعني أن الأمر أصبح خارج نطاق السيطرة، خاصة في ظل ضعف وتدهور الوضع الأمني وغياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بمكتب الأشغال العامة في مختلف مديريات عدن. قال الموقع أنه لوحظ مؤخرا ازدياد في أعداد المباني العشوائية في الشوارع وبالقرب من أماكن تاريخية أو حتى أسوار المدارس والجامعات، بل والبسط على أراض تابعة للدولة والبناء فوقها دون أي تراخيص. يتابع الموقع: يتحول الموضوع إلى صراع بين الطرفين عليها لينتهي بجريمة قتل أو اشتباكات مستمرة قد تودي بحياة أحد المواطنين الأبرياء. مع كل ذكرى أفتح سطرا جديدا وأحاول العودة فيه إلى البدايات، ومعي كل الخيبات إلا الندم. أحاول أن أعود إلى 18 من مارس 2011، إلى القصة التي بدأتها أو بدأت من محراس القات واكتملت في ساحة التغيير بصنعاء. هكذا بدأ عامر السعيد مقاله متذكرا ما حدث يوم جمعة الكرامة، مضيفا في مقال تنشره بالقيس: في الطريق إلى صنعاء كانت الأرض متوقفة لا تدور، وكانت المسافة تزداد طولا كلما اقتربنا ونحن ننحدر من جبال حجة باتجاه صنعاء. كانت الجمعة قد تحولت إلى خبر عاجل تضج به الدنيا. أخبرنا أحدهم أن صنعاء غرقت في الدم. اختلط صوت الله بأصوات الرصاص وهتاف الجماهير. ارتكب النظام مجزرة بحق الملائكة وهم يؤدون الصلاة، فذهب أكثر من 50 منهم شهداء. أمهاتنا في القرية أصبنا بالرعب. لأول مرة يبدين اهتماماً بالأخبار. أمي بالذات لم تعلم أنني سافرت صنعاء إلا من أم صديقي. على طول الطريق بين عمران وصنعاء كانت النقاط تستوقفنا. يحدق الجندي بتجهم وصمت ثم يلوح بيده أن مروا. وأخيراً دخلنا صنعاء مع غروب الشمس تماماً. كانت المرة الأولى التي أصل فيها صنعاء. في مذبح توقفت السيارة. كانت المدينة ترتجف واجمة ومرعوبة وحزينة. صوت الأذان كان كثيرا، كلما ارتفع قليلا عاد إلى الأسفل على شكل دموع. هنوت المصلين كان يحشرج من كل مسجد، يدعون على الظلم والظالمين، يترحمون على الشهداء
ويسألون الله السلامة لليمن. في الشارع كانت الجنائز هي التي تمشي، كل الناس يبدون كما لو أنهم قتلى، خطاهم ثقيلة ووجوههم شاحبة وداكنة، لقد كان كل شيء يبكي، حتى أضواء السيارات ومصابيح البيوت وإنارات الشوارع. كان الرعب كثيراً والحزن أكثر. كشفت تفاصيل مسربة مؤخراً عن دور المخابرات الروسية لحظة مغادرة بعثاتها الدبلوماسية في ديسمبر من العام الماضي في القيام بعملية تهريب سرية بعيداً عن التحالف العربي ودون علم قياداته لدبلوماسيين إيرانيين وسوريين من صنعاء عقب مقتل الرئيس السابق علي صالح. وقالت مصادر في حكومة الحوثيين غير المعترف بها لموقع يمن مونيتور أن الطائرة التي هبطت في مطار صنعاء عقب أحداث ديسمبر من العام الماضي لم تكن تحمل أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الروسية فقط، بل تمكنت المخابرات الروسية في حينها من تهريب ممثلين عن سفارتي إيران وسوريا بعيدا عن موافقة أو قبول التحالف العربي. وأفادت المصادر للموقع أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا المخابرات الروسية، كون التحالف العربي الذي تقوده السعودية ما كان ليسمح بذلك لو علم بالأمر. وأشارت إلى أنه تم إغلاق السفارات السورية والإيرانية في العاشر من ديسمبر من العام المنصرم، وعلى إثرها تم سفر القائم بأعمال السفير السوري وطاقم العمل وكذلك القائم بالأعمال في سفارة إيران بصنعاء محمد محمود راهت وزوجته وطاقم السفارة من قبل الحوثيين، ولم يتبقى إلا الموظفون اليمنيون. حتى وهم واقفون في طوابير طويلة لأيام ينتظرون الحصول على غاز الطبخ لم تتركهم ميليشيات الحوثي. ووفقا لموقع المشاهد نت فإن مسلحي جماعة الحوثي تهاجم طوابير الغاز بصنعاء وتعتقل عددا من المواطنين. قال الموقع مسلح جماعة الحوثي شنوا حملة اعتقالات استهدفت عددا من المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة للحصول على مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء. وقال شهود عيان للمشاهد قام مسلحو الحوثي بمهاجمة واعتقال عدد من المواطنين كانوا مجتمعين أمام إحدى محطات الغاز القريبة من جولة النصر في منطقة سعوان بصنعاء، كما قامت بمصادرة اسطوانات الغاز الخاصة بهم. ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي تسعى إلى منع المواطنين من الوقوف في الطوابير بحثا عن الغاز المنزلي، وذلك لإخفاء معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها تلك الجماعة، وحتى لا يقوم وفد حقوق الإنسان المتواجد بصنعاء برفع تقرير عن أزمة مادة الغاز ومعاناة المواطنين جراء ممارساتهم في تجويع الشعب. ويصف الموقع حال انتظار المواطنين يقفون في طوابير طويلة أمام محطات الغاز عدة أيام، حيث نصبوا لهم خياما أمام المحطات للبقاء فيها حتى يأتي الدور عليهم للحصول على اسطوانة غاز، مما يذكرنا المشهد باعتصام المحتجين في ساحات الاعتصامات ضد النظام السابق عام 2011. 18 من مارس زلزال الكرامة. تحت هذا العنوان كتب يسلم البابكري مقاله المنشور في الصحوانة مضيفة في أجزاء من المقال. برغم كل الآلام والأوجاع التي أصابت اليمن خلال السنوات الأخيرة، يبقى جرح جمعة الكرامة عميقا لا يندمل ويستعصي على الشفاء. كان يوما صامدا بكل المقاييس. منذ انطلاقة ثورة فبراير ساد اعتقاد أن الحكمة اليمنية ستظهر، وأن مسار الأحداث في اليمن لن ينزلق نحو المشهد الدموي، وأن صالح لن يكون كالقذافي، ووضع اليمن المعقد قد يجعل خيار الحوار أقرب من العنف. كل تلك التوقعات سقطت مع أول رصاصة أطلقت على شباب الثورة بساحة التغيير في يوم الكرامة. كانت اليمن على موعد مع واحد من أصعب أيامها وأشدها حزنا. شلالات الدماء تتدفق في الساحة، وعشرات الجثث المسجاة في مستشفى الساحة، وتدفق المسعفين والمتبرعين وأهالي الضحايا، مشهد مروع تنقله فضائيات العالم نقلا حيا اختلطت فيه المشاعر. كان زلزالا حقيقيا أصاب الضمير والوعي. خرج صالح يومها في أضعف حالاته وهو يعلن حالة الطوارئ في البلاد، والحقيقة أنه كان يعلن سقوطه، وأن الرصاص الذي صوب على صدور الشباب المعتصم هو في الحقيقة صوب نحو نظام صالح وأنهى مستقبله السياسي.
وأن التوثيق لسقوط نظام صالح كان يوم 18 مارس 2011، وما بعده من أحداث كانت تفاصيل اختتمت في 4 ديسمبر 2017 بمقتله. كان يوم الكرامة يوما فارقا، قلص مساحة الحياد وأزاح المنطقة الرمادية، ولم يدع لأحد من خيار إلا أن يكون مع شباب الثورة ومطالبهم السلمية التي أراقوا لأجلها دمهم الطهور، أو الوقوف مع النظام الذي اختار طريق العنف في مواجهة المطالب السلمية. ربما تكون هذه أكبر حملة تشويه تتعرض لها المدينة التاريخية صنعاء، حيث بدأت ميليشيات الحوثي بتلوين المباني التاريخية بشعارات وكلمات لزعمائها وعنوان الموقع بوست. وزير الثقافة الأسبق يناشد اليونسكو التدخل لحماية صنعاء القديمة من الحوثيين. قال الموقع أن وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان وجه رداء لمنظمة اليونسكو في الأمم المتحدة لحماية صنعاء القديمة التاريخية من التشوهات التي تتعرض لها، واتهم خالد الرويشان الحوثيين بتشويه صنعاء القديمة التراثية والتي تصنف ضمن المدن المسجلة في المنظمة العالمية للتراث الإنساني. وقال الرويشان انقلابيو صنعاء يشوهون بيوتها ويلطخونها في إشارة لمدينة صنعاء القديمة التراثية والتي تتعرض لعملية تشويه عبر ملصقات طائفية يقوم بها الحوثيون على جدران وأزقة المدينة التاريخية. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. في الحرب تنتهك حقوق الإنسان، ومع مرور الزمن تختفي الأحداث والتفاصيل ويختفي المنتهكون خلف الركام. التوثيق والإعلام حفظ للقضايا من النسيان. لست وحدك، ذاكرة قضايا حقوق الإنسان في اليمن. أهلا بكم من جديد. في جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ليموند الفرنسية في ترجمة حصرية لقناة بلقيس ما جاء في حوار أجراه محرر الصحيفة مع لوران بونوفو الباحث المختص في شؤون اليمن، والذي علق ردا على سؤال: هل أدت الحرب مرة أخرى إلى انقسام اليمن بين الشمال والجنوب بعد 28 عاما من إعادة توحيد البلاد عام 1990؟ الحدود بين الشمال والجنوب عادت إلى الحضور في العقول. وعن التحالف قال الباحث: يعتمد التحالف عسكريا على شخصيات فاعلة في الجنوب، ولكنهم ليسوا على استعداد للموت من أجل تحرير الشمال، وعلى قبائل اكتفت بالدفاع عن أراضيها فقط. وفي جزء من الحوار يضيف أن الحوثيين لا يسيطرون على الشمال بأكمله، وأن السلفيين هم الفاعلون الوحيدون ضد الحوثيين، وهم يخضعون لمنطق أيديولوجي، وإلى حد أقل حزب الإصلاح المنتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين. يؤكد الباحث الفرنسي أن استدامة قوة الحوثي تفسر بعامل تم إهماله خلال عملية الانتقال السياسي التي رعتها القوى الخليجية بعد سقوط الرئيس السابق صالح في عام 2012، فقد أزالت الجهات الفاعلة في هذا الانتقال التي ترغب في تقديم تعهدات للجنوبيين الراغبين في الانفصال أذرع السلطة والموارد من نخب الشمال. يضيف: كان ينظر إلى هذه العملية على أنها مكافأة للحركة الجنوبية التي من جانبها لم تلعب اللعبة كما يجب، بل استمرت في الدعوة إلى الاستقلال. تعنون صحيفة العربي الجديد بخصوص الانتقالي الجنوبي الذي بدأ يتراجع بصورة كبيرة، وتقول الصحيفة في تحليل خاص: الانتقالي الجنوبي اليمني من مجلس لإدارة الدولة إلى حزب. تقول الصحيفة:
عاد الجدل في اليمن حول طبيعة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتبنى الانفصال في جنوب اليمن بدعم من دولة الإمارات، ففي الوقت الذي يتجنب فيه المجلس اعتبار نفسه حزبا سياسيا يقترب في مختلف بناه التنظيمية من وصفه حزبا أو هيئة سياسية، مدركا أن الإقرار بذلك يعد مبدئيا خطوة إلى الوراء، بما أن فكرة المجلس كانت تقوم على إطار تنظيمي يدير الدولة الجنوبية المنشودة. وأكدت مصادر سياسية قريبة من قيادة المجلس للعرب الجديد وجود العديد من القيادات السياسية في المجلس على مستوى هيئته الرئاسية وأعضاء ما يعرف باللجنة العمومية لا ترى مانعا من تحوله إلى حزب بعد أن فشل منذ الأشهر الأولى لولادته في إثبات ما أعلنه. وتتخوف قيادات الانتقال من أن التحول إلى حزب سياسي ستنتج عنه خسائر، أولها أمام الجماهير التي وعدها المجلس بأنه الممثل الوحيد للجنوب، بالإضافة إلى ما يمكن أن يترتب على ذلك من اعتباره مكونا بين مكونات عدة، وبالتالي يعود ليمثل حجمه الطبيعي، والذي وفقا للصحيفة يعتبر ممثلا لطيف من القيادات الجنوبية وقواعد ما يعرف بالحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، بالإضافة إلى القيادات التي أقنعتها أبو ظبي بالانضمام إلى المجلس بشكل عام، ولكن مع وجود تيارات وأطراف أخرى لها الحق في أن يكون لها صوتها في الجنوب. تأتي الذكرى السابعة لأبشع مجزرة عرفها التاريخ اليمني، جمعة الكرامة، والميليشيا الحوثية لا تزال ترتكب مجازر يومية بحق المدنيين العزل في عدد من المحافظات اليمنية. هكذا كتب مصطفى عبد الرحيم مقاله في الصحوانت مضيفا: الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الإيرانية اليوم بحق اليمنيين بشكل يومي تذكرهم بمجزرة جمعة الكرامة ومحرقة ساحة الحرية بتعز وكل الجرائم التي ارتكبها حليفهم الهالك صالح وأعوانه. يؤكد اليمنيون على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم المحلية والدولية مهما حاولوا تغيير جلودهم وأقنعتهم الإجرامية، ولن يفلتوا من العقاب والقصاص العادل. وارتكب نظام صالح مجزرة جمعة الكرامة في 18 من مارس 2011، راح ضحيتها ما يقرب 57 شهيدا و200 جريح. وتعد مجزرة جمعة الكرامة نقطة فاصلة في مسيرة الثورة اليمنية التي انطلقت في فبراير من العام 2011، وأدت إلى تهاوي نظام الهالك صالح بعد انشقاق عدد من القادة العسكريين والسياسيين والدبلوماسيين وانضمامهم للثورة. وكشفت تلك المجزرة عن الوجه القبيح لحاكم تربع على كرسي الحكم طوال أكثر من ثلاثة عقود، ومع ذلك قاتل لأجل بقائه في الحكم بتلك الصورة البشعة حين لم يتوقع أن يهزمه الشباب العزل، ولأنه لا يؤمن بغير القوة جابههم بها. في واحد من أكثر الأخبار المنوعة مطالعة في صحيفة الشرق الأوسط ما جاء تحت عنوان: تهديدات بالقتل لأسرة أفغانية بسبب اسم أحد أطفالها. قالت الصحيفة: عندما وضعت زوجة بويا أسد الله مولودها الثالث في قرية ريفية صغيرة في أفغانستان، فكر الأب في تسمية ابنه دونالد ترامب، وتيمن الأب الأفغاني باسم المرشح الرئاسي الأمريكي وقتها دونالد ترامب قبل أن يصل إلى سدة الحكم، وذلك بعدما قرأ كتاب ترامب كيف تصبح ثريا المنشور في 2014 وارتبط بالكتاب. وقال والد الطفل ترامبويا لوكالة أسوشيتد بريس: أحببت شخصية ترامب، أعتقد أنه الأفضل في الاقتصاد وعظيم في السياسة، أعتقد أنه رجل عظيم، أحببت الطريقة التي يقرر بها أنه يريد شيئا ومن ثم يحصل عليه. تضيف الصحيفة: عندما ولد الطفل رأى والده أن لديه قليلا من الشعر الأشقر، فأطلق عليه دونالد ترامب على أمل أن يجلب له الحظ السعيد. وتلقت أسرة الطفل تهديدات، ووفقا للصحيفة ففي الخميس الماضي اقترب خمسة جيران من مالك المنزل المقيم فيه الأسرة، طلبوا من المالك أن يطرد أسرة ترامب، واصفين الأب بأنه عديم الإيمان لعدم إعطاء الابن اسم مسلم. وفي أخبار صحيفة القدس العربي المنوعة: مصري يحاول الانتحار من أعلى هرم خوفو. قالت الصحيفة أن مواطنا مصري تسلق مساء السبت هرم خوفو غرب القاهرة محاول الانتحار قبل أن تثنيه الشرطة،
وحسب إعلام محلي صعد الشاب العاطل عن العمل لنحو 10 أمتار أعلى باب الهرم محاولا الانتحار لأسباب تتعلق بعدم توفر فرص عمل له. ونجحت الشرطة بإقناع الشاب بالنزول بعد 5 ساعات من مناشدة والده له بالتخلي عن فكرة الانتحار. وخلال ذلك كان الشاب يردد: أنا مظلوم، مش عارف آخذ حقي في الدنيا. وتشهد مصر من وقت لآخر محاولات انتحار لأسباب عديدة، بينها الفشل في الحب والفقر. تتابع الصحيفة: تواجه الحكومة المصرية انتقادات كثيرة، على رأسها الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، فيما تقول السلطات أنها تسعى إلى حلها وقامت بإجراءات إصلاحية في هذا الصدد. الهذيان العربي، تحت هذا العنوان كتب المغربي سعيد يقطين مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: منذ عصر النهضة فالعقل العربي يفكر ويطرح الأسئلة عن آليات الخروج من الوضع الذي وجد فيه نفسه، وبرزت من خلال ذلك تصورات لا حصر لها. يمكننا استجماع تلك المحاولات في اتجاهين متقاطبين، ما يزالان يفرضان نفسهما إلى الآن بصور جديدة. يرى الاتجاه الأول أن المستقبل موجود في الماضي، ويراه الثاني كامناً في الحاضر كما يعيشه الغرب. وظل الصراع بين التصورين قائماً على التجاذب، فلم يفلح التقليديون ولا الحداثيون في وضع العقل العربي على المسار الذي يمكن أن يشق فيه طريقه مجيباً على مختلف المعضلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية العربية الإسلامية. وما تزال إلى الآن كل الأسئلة التي طرحت في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 مطروحة، بل إنها لا تزداد مع الزمن إلا تعقداً وتشابكاً. كانت كل التصورات المقدمة تعبيراً عن هذيان يقوم على محاكاة النموذج، وليس على التفكير في إبداع نموذج خاص يتأسس على فهم الذات وفهم الآخر. كانت المحاكاة دالة على التخبط والتوهان، فلا يمكننا الحديث رغم كل هذا التاريخ لا على فهم عقلانية ديكارت ولا تجريبية بيكون ولا على فهم روح القرآن ولا السنة. لو انطلق المسلمون فقط من قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، لتمسكوا بروح البحث العلمي والسؤال العقلي، ولو استوعبوا جيدا قول الرسول الكريم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لجعلوا القيم مبدأ أساسيا في الحياة والعلاقات فيما بينهم وبين غيرهم. يمكن تلخيص هذيان العقل العربي وفهم كل التداعيات التي نعيشها الآن بسببه، والتي تجعلنا من أبأس الخلق في هذا الكون، إلى تغييب فكرتين جوهريتين تتصل أولاهما بالزمن وقوامها التقدم، والثانية بالعلم وركيزتها العمل على فهم العالم. تنقلنا صحيفة الجارديان بين أهم وأبرز الأحداث من خلال الصور التي التقطها مصوروها، نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.